سلام البنات، من تكونوا بخير. اليوم انا رجعت معكم فيديو جديد وقديم، دونك غادي نشرح لكم وصرحت رجعت معكم باش ندير لكم تاغ ماركان وبيان دو ماروكان تاغ. علاش بغيت نعاودو في هاد لاشين هادي؟ ماشي بغيت نعاودو، لحقاش يوتيوب مؤخرا حيدو ليا. غنشرح لكم علاش حيد ليا الفيديو نتاع لو تاغ ماركان ولا دو ماروكان تاغ. تو سامبلومون لحقاش انايا جي تاغي لي في لا ديسكريبسيون. الا نتوما بزاف اليوتيوبرزات دابا يمكن تشوفوني، دابا راه بزاف انا طاقيتهم، بزاف نتاع اليوتيوبرزات طاقيتهم ودرتهم عوض انا ما نقولهم ديريكتومون في الفيديو، درتهم في لا ديسكريبسيون. كاين بزاف ايوا، راه على هذيك القضيه يوتيوب سوبريما ليا الفيديو نتاعي. الا كنتي يوتيوبرزات تشوفيني حاولي ما امكن في لا ديسكريبسيون نتاعك ما باقي كاش طاقي فيها البنات، طاقي ديريكتومون في الفيديو نتاعك ولا على الاقل كتبيهم في الفيديو نتاعك هادشي اللي بغيتي طاقي شي حد، وحاولي حتى لا ديسكريبسيون نتاعك ما باقيش تكثري فيها بزاف نتاع بلا بلا بلا. لحقاش دابا راه واحد بحال واحد هي غادي تي سوبريمي، هي غادي تي سوبريمي، هي غادي تي سوبريمي. وانا راه ماشي الوحيده، بزاف اليوتيوبرزات حتى هما يوتيوبرزات مغربيات تنعرفهم حتى هما جرى لهم هذا المشكل هذا. دونك نتمنوا ان شاء الله كل خير. ولحقاش هذا الفيديو هذا انا بيت نديرو، انا تابعه يوتيوب اما بيا اما بي، بيت نديرو. دونك اليوم انا رجعت معكم فيديو جديد قديم تاغ ماروكان وبيا دو ماروكان تاغ. انا غادي نمشي نقلب دابا سوغ يوتيوب البنات اللي انايا ديجا طاقيتهم، لحقاش في الاول خلطت بين جوج طيقان درت فيه طاق واحد، غنقلب غادي نشوف شي وحده اللي هي دارت نفس الطاق، وان شاء الله نتمنوا ندوزو شي وقيته زوينه. ونبداو باول سؤال، اش من اغنيه مغربيه تتعجبني؟ دونك احسن اغنيه مغربيه تتعجبني، ولا بزاف الاغاني المغربيين اللي هما تيعجبوني غادي نزيد لكم في هاد الطاق، غادي نزيد لكم الاغاني المغربيه اللي كانوا شويه قديمين والاغاني المغربيه دابا اللي جات اغاني شبابيه. من بين الاغاني الشبابيه دابا اللي هما جداد تعجبني تاع سعد المجرد مرحبا بي مالو، تعجبني هدى سعد تعجبني بزاف خصوصا الاغاني نتاعها بغيتو ولا كرهتو، والاغنيه الاخرى ما بقاش عقلت على سميتها، والاغنيه نتاع طير الحب حتى هي فرانشمون هدى سعد غزاله غزاله غزاله. هاد البنت هادي اغاني نتاعها رائعين جدا 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 جدا. ومن المصريين واللبنانيين تعجبني يارا، يارا تعجبني بزاف، شخصيه نتاع يارا شخصيه هاديه راقيه، حتى في الحوايج نتاعها ما تلبش داكشي هم عريها ياك فهمتوني، داكشي نتاعها راقي راقي جدا جدا جدا، تعطي واحد الرقي للصوره نتاعها، والاغاني نتاعها مليئين بالاحساس. تعجبني حتى اليسا تعجبني بزاف، ولكن مؤخرا ما درتش اغاني اللي هما تيعجبوني بزاف. يارا درت بيت حبيبي لابوم تاعها غزال غزال غزال، يا سمعوا لي. اما الاغاني اللي هما شو شويه قدام تتعجبني تاع سميرة سعيد الأغنية أبدا تنن تنن ياك عرفتوها، مش حتنازل عنك أبدا، ممكن تتعجبني هاد الأغنية هادي. تتعجبني الأغنية نتاع تعجبوني، عرفت تعجبوني بعد مرات حتى نكون بغيت نتهدم وبغيت بيت نتصنت شويه راسي، تندير ام كلثوم تعجبوني الاغاني نتاعها، تندير عبد الحليم تعجبوني الاغاني نتاعو، تندير شاديه، تندير نجاة الصغيره. دونك انايا من بين الجديد شو شويه ومن بين حتى القديم تا هو شو شويه، لحقاش القديم هو اللي تيغذي الروح نتاع الروح نتاع بنادم خلال اغنيه. قولي لينا احسن ماكله تتعجبني انا احسن ماكله تتعجبني هو كسكسو، كما قلت لكم في هذيك القناه كسكسو بالكرداس، وخاص يكون طايب بالكرداس وبالكديد، اكله مفضله مفضله نتاعي. تعجبني الطاجين تاع الحوت، تعجبني طاجين عاد دوك الطواجن تاع الشلوح دوك اللي تيكونوا طايبين في تيشكا، الا كنتو تضربوا طريق من بين طريق ورزازات ومراكش، دوك الطواج اللي تيطيبو في التيشكا روعه 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 روعه، طيبين هكاك فوق الفخر، تيعجبوني 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 بزاف. تعجبني هذه الماكله هذه. احسن حلوه ولا طبق اللي هو حلو تيعجبني، ما عنديش زعما شي حلوه اللي هي مفضله، ما غاديش نقول لكم الكعب وغزال لحقاش بزاف الحلوات تيعجبوني، انا مفتوحه بخصوص الحلاوي زعما يمكن ناكل بزاف الحلاوي ما كاينش حتى مشكل، ما زعما ما مرتبطاش بالكعب غزال
شنو هي الماكله الحلوه ولا الملح اللي تتعرفي طيبي؟ انا بخصوص الطياب ما كاين حتى الحمد لله ما كاين حتى مشكل، لحقاش ملي كنت صغيره كنت عزيز عليا تمشي للكوزينه وتنبي ندير شي شهيواس وكنعرف نطيب. بخصوص الماكله الحلوه كلشي طواجن الكسكسو الرفيسه الماكلات اللي هما شرقيين من الماكلات اللي هما غربيين مع الماكلات اللي هما مغربيين، الحمد لله كلشي كنعرف نطيبو. انا عندي واحد المشكل في الحلو، يعني في الحلوه ما تخرج لياش ما تصدق لياش، اخت ما تصدق ليا حتى شي وصفه ما تصدق لياش. اختي الكبيره عندها حلوليه هي في يدها، زعما الحلوه تخرج لها تبارك الله، اما انا الحلوه ما تخرجليش من غير الكيكه، من الكيكه بالانواع نتاعها، يعني كيكه بدانون كيكه بليفخوي كيكه بالشوكولاتي تخرج ليا من غيرها بوحدها ما تخرج ليا والو، ولا تخرج ليا شي حاجه كبيره ولا شي حاجه مهرسه ولا ماشي بحال داكشي نتاع المغربي. واش في الاعراس والمناسبات تلبس التقليدي؟ بالطبع تلبس التقليدي، تلبس التقشيطه ولا تلبس شي قفطان، شي قفطان يكون زوين بزاف بزاف مع صباط الطالو. لحقاش يلبس التقشيطه ولا القفطان مع شي حاجه اللي هي حاضره، ما غاديش واخا تكوني طويله من الاحسن تلبسي ديما الصباط يكون عالي باش يبين لك الرشاقه نتاعك، ولا حتى ما الا ما كنتيش رشيقه من الاحسن ديري الطالو نتاعك، حتى الا كنتي غليظه الا لبستي الطالو غادي يزيد يرقكك فهمتي، اما الا لبستي شي حاجه اللي هي نازله حاضره مع التقشيطه وهي مغلضه غادي مازال تصك في الارض فهمتي، يعني من الاحسن لبسي الطالو واخا انت ما تستحمليش، حاولي ما امكن في هذيك المناسبه تلبسي. واش يعجبني التقشيطه ولا القفطان؟ تيعجبني التقشيطه وتيعجبني القفطان. القفطان تلبسو انا الا كانت مناسبه ليا خفيفه، الا كانت عارضه على شي حد، الا كنت غاديه شي اسبوع، الا كنت غاديه شي حنه، الا كنت غاديه شي وحده ولدات، شي عيد ميلاد تقليدي. اما التقشيطه تلبسها في العرس، ولا كان شي عرس من تاع العائله تلبس القفطان، اي بي عاد ثاني عاد تلبس التقشيطه، ولا القفطان تلبسه في الصباح اذا تكون الحنه، وفي الليل تلبس التقشيطه. وتيعجبوني هذوك التقاشط اللي هما تيكونوا ما تيكونش فيهم بزاف نتاع الفرافير وبزاف نتاع الوريضات وبزاف، تيعجبوني هذوك التقاشط اللي هما تيكونوا بحال دوك التقاشط اللي تلبس لاله حسنه الاميره لاله حسنه، هذاك هو الطوق نتاعي اللي تيعجبني بزاف. تيكون الالوان تاعهم تيكونوا الوان وتيكونوا الوان اللي هما باردين، الوان اللي هما غوص بارد صريق بارد، ودا تشوفي داك الثوب الحريري تيجي فوقك غير شوا. ما بخصوص القفاطون والتقاشط ما تيعزيش عليا نسوي بالموضه فهمتي، يعني كان شيامات كانوا ياك تشوفوا معايا كانوا شيامات كانوا القفاطن حتى لهنايا وكان قفطان اخر وصل حتى لهنايا، شيامات كانوا دوك القفاطن كان واحد نازل حتى الفوق والتقشيطه نازله، زعما القفطان تاع التقشيطه التحتاني نازل حتى الفوق وداك الفوقاني هي حتى لهنايا، زعما بحال هاد التريكو هذا. تعجبنيش انا داك الشيء، انا ديما تتعجبني على السامبليسيتي، ما عمرني تنسويفي الموضه في اللباس ولا في التقاشط ولا في الماكياج، نشوف شي وحده خرجت شي حاجه في وجهها نمشي نديرو، ولا شي وحده خرجوا هذوك لي فيست اللي فيهم دي كلو بزاف اللي لبس تجينات اللي مشرقين بزاف اللي لبسنا داك الشيء، ما تيعجبنيش ماشي ما تيعجبنيش، كيما غادي نقول ما غاديش يجي معايا البس قدك ايواتيك. لا ميم شوز بخصوص التقاشر بخصوص التقشيطات وبخصوص القفاطن، تعزب عليا عزيز عليا شي حاجه اللي هي تكون سامبل وتكون شيك وتكون لا سامبليسيتي، شي حاجه اللي هي تكون سامبل ولكن فيها واحد التوشي اللي هي نتي توشي نتاع 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 ليليغونس، هذا هو اللي تعجبني انايا في اللباس التقليدي. الا ما تشوفونيش ندير لي غير ريدي ويز مي باللباس التقليدي، لحقاش ما عنديش اللباس التقليدي هنايا، اللباس التقليدي نتاعي كله كاين في المغرب، ما كاين علاش نجيبو هنايا لحقاش ما تيكونوش الاعراس وما تيكونوش ما تكونش شي حاجه مغربيه، الا كان شي حاجه تلبسو غير لباس العصر سي فريمون دوماج، ولكن قررت هاد النوبه الا مشيت للمغرب ان شاء الله غادي نجيب معايا لباس نتاعي على الاقل ندير لكم فيديو ولا جوج باللباس التقليدي المغربي.
قولينا المثل اللي هو تيعجبك بزاف. المثل اللي هو تيعجبني بزاف اللي انا ديجا قلته عند رخصو تخلي نصو، يعني الحاجه اللي انت شريتيها رخيصه دغيا تتهرس ودغيا تتقطع. اللهم قعدي زيدي شي شويه الفلوس وشري شي حاجه اللي هي قويه، شي حاجه اللي هي ما تهرش لك ولا ما تقطع لكش ولا ما تشرق لكش. نايا كاين مثال عاوتاني تيعجبني، بات مع الحيه دير نيه وبات مع الحيه، يعني الانسان اللي هو دار نيته في هذه الحياه هذه، واخا الانسان يكون حداه ولا مسكن معاه ولا في الخدمه ولا صاحبتك وهي في قلبها شي حاجه اللي هي خايبه ليك ولا ما اجست، هذا مثال انت اللي كنتي دايره معاها النيه ما عمرش مكروه غادي يوصلك، ولا واخا كاع يوصلك ديريكتومون غادي يرجع ليها هذيك الدين دير النيه وبات مع هذا مثال اللي هو زوين بزاف. شحال من كاس ديال اتاي تشربي واش تعرفي طيبي؟ انا ما تنشربش اتاي، تنشرب ولا تنشرب اتاي ولكن الا كان، الا ما كانش ما تضرنيش راسي لحقاش كاينين اللي تضروا مرسوم، الناس الكبار من العائله نتاعتي تضروا مرسوم الا ما شربوش اتاي. انا ما تنشربش اتاي الا ما كانش، الا كان تنشرب ولكن ديما خاصني ندوز معاه شي حاجه، ندوز معاه حليوات، ندوز معاه شي طويجي، ندوز معاه شي حاجه، اما نشربوه غير هكا غير على هكا غير بوحدو لا ما عزيزش عليا بزاف. وحتى القهوه ما عزيزش عليا، في الصباح ديما تندير الشوكولات ديما ملي كنت صغيره بقيت محافظه على هاد الحوايج، بقيت محافظه على بزاف الحوايج كنت نديرهم صغيره، دابا كبرت وليت محافظه عليهم. والقهوه واتاي حاولوا ما امكن تقللوا منهم لحقاش هما راه بحال المخدرات الدماغ نتاعك اللي كثرتي منهم ديما دماغك غادي يبدا يطلب لك ديما القهوه واتاي. دونك مهما ما كثرتوش منهم مهما احسن للدماغ نتاعكم. واش تعرفي تصيبي؟ بيان سيو تنعرف نصيب اتاي، تنعرف نصيب بالخالط وبالقمه وبالشيبه فوالا كيما الوالد نتاعي من المشلوح بزاف هما تيصيبوه بالشيبه، الشيبه تيكون قاصح مجهد، وماما مراكش تتصيبو هي بالخالط وبالقمه خصوصا بالقمه. دونك اتاي سبحان الله العظيم اتاي واحد، ولكن كل واحد فيه كل واحد كيتيديرو كل واحد المذاق نتاعو كي تيجي، ولكن انا بجوج تيعجبوني بجوميه باش ما يبقى فيهمش الحال بجوج. اشنا هي المدينه اللي تتعجبك ولا احسن مدينه بالنسبه لك؟ احسن مدينه بالنسبه ليا، احسن مدينه بالنسبه ليا، دونك كاينين بزاف، شفت بزاف نتاع المدن، ولكن المدينه اللي هي تنحس بها بانني راه كاينه في بلاصتي، ماشي كاينه في بلاصتي، المدينه اللي هي تتحرك في الداخل نتاعي احساسات هي مدينه مراكش. انا ما عشت في هذيك المدينه، ماشي عشت فيها، ولكن تندوز فيها جميع العطر الصيفيه، هي المدينه نتاع الام نتاعي ماما مراكشيه، وهي المدينه اللي تنحس بها بانها عايشه في الداخل نتاعي، فهمتي؟ دونك هذا هو هذه هي احسن مدينه، هي مدينه مراكش. سينون شفت بزاف المدن اللي هما زوينين بزاف، اللي هما رائعين، اللي هما غايه في الجمال، ولكن المدينه اللي تتحرك ليا شي حاجه في الداخل نتاعي هي مدينه مراكش. البنات الفيديو نتاعي راه تكمل، نتمنى يكون اعجبكم، مرحب بالاقتراحات نتاعكم، الا عندكم اي اقتراح بخصوص دي تاغ اللي نتوما بغيتوني نديرهم خليهم لي تحت في لي كومونتير. ان شاء الله غادي ندير دوتغ تاغ اللي انايا دابا تنديرهم، دوتغ تاغ اللي انا غادي نديرهم بارتناريا مع ثاني دوتغ يوتيوبوز، دوتغ تاغ اللي انا غادي نديرهم راسي ما حتاش جيني دابا على لي تاغ، ولكن لي تاغ لاحظت بانهم تيقربوكم نتوما مني انايا، وتيقربوني انا مني من 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 تيقربوني انا منكم نتوما من خلال لي كومونتير اللي تخليو ليا لتحت في لي كومونتير. دونك نتمنى لكم امسيه طيبه، وكما تنقول ديما اعتني بنفسك وكوني اجمل خاطر سعيد.